أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. والله يا إخوة، إن الأمة اليوم بحاجة عظيمة إلى الفقه في الدين، بحاجة عظيمة إلى طلاب علم يفقهون ويفهمون. فقد تصدر للكلام في الدين رويبضات لا قيمة لهم في العلم، غاية ما عندهم أنهم يبحثون في الشبكة، فإذا وجدوا شيئاً شغبوا به على أهل العلم، وشغبوا به على كلام العلماء المتمكنين. وهؤلاء غشاشون خداعون يغشون الأمة. فالأمة بحاجة إلى النصحة، الناصحين الذين يفقهون. ولا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. فوصيتي لطلاب العلم الثبات على طلب العلم، والحرص على الفقه والفهم. نعم، حفظ النصوص فقه وفيه خير عظيم، لكن الفقيه من يفهم النصوص، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والأمة بحاجة إلى الفهم، إلى الفقه. أن ننشر العلم بفهم، أن ننشر العلم بصدق. والله إن الأمة بحاجة إلى المخلصين الصادقين الفقهاء، الذين يفقهون العقيدة، يفقهون الأحكام، ينشرون الخير ويردون على أهل الباطل ويكسرون الشر.